اهلا بيكم اصدقائي وحلقه جديده من بودكاست حياه، ومعاكم وسام. ليه بنكسل كتير او بنصحى بنلاقي نفسنا مكسلين، او يعني في ايام كتيره بنلاقي نفسنا مش قادرين نعمل حاجه، او ماليش مزاج تعمل حاجه، او مالكش مزاج انك تعمل حاجه؟ ليه الاحساس ده بيجي؟ هو احساس طبيعي ان انت في ايام معينه كده بتلاقي نفسك مكسل. لو هو في المعدل الطبيعي يعني كل مدة كده بتحس انك مكسل يوم وتفصل يوم، مفيش مشكلة، اعتبر يوم راحة وخلاص. بس لو هو حاجة متكررة او حاجة على طول انا بحس ان انا مكسل، يبقى في حاجة عايزة تتعالج. يبقى قبل ما نعالج لازم الاول نفكر بقى زي ما قلنا كده في التفكير اللي انا بفكر دايما، ليه هو ليه اصلا انا بكسل وليه بيجي لي الاحساس ده؟ ده اللي انا لازم اعرفه الاول عشان في الاخر امسك نقطة نقطة احلها. اول حاجة ان الكسل ممكن يجي من نقص الحماس. انت ما عندكش حماس للي انت بتعمله، ما بتحبش اللي انت بتعمله فما عندكش حماس ليه، او حاطط لنفسك اهداف كبيرة قوي فبالتالي بتفقد الحماس وانت ماشي في تحقيق اهدافك او في خطواتك اللي انت بتاخدها لتحقيق الاهداف. انت بتكسل لان انت في الاخر الدنيا غرقانة حواليك، لان اهدافك كبيرة، حاجاتك كبيرة، فانت لازم الاول تعمل اللي انت بتحبه، ولو مجبر على حاجة معينة بتعملها او حاجة لابد منها فانت لازم تحبب نفسك فيها وتأهل نفسك ان انت خلاص هي فترة وهتعدي وخلاص فلازم اعملها. تاني حاجة ان انا احدد لنفسي اهداف صغيرة واقعية، وافضل دايما محفز نفسي ان انا كل ما احقق حاجة من اهدافي لازم اكافئ نفسي عشان يفضل دايما عندي الحماس موجود. تاني حاجة ممكن تخليك تكسل انت مش منظم، ان انت عشوائي، ان انت ما عندكش الترتيب او التخطيط الصح ليومك، للبيئة اللي حواليك، لمكتبك، لبيتك، لشقتك، لغرفتك، اي حاجة من الحاجات اللي حواليك. لو انت مش منظم صح هتلاقي نفسك الدنيا بتفرط منك، فلازم تكون عندك تنظيم صح. تالت حاجة، لو انت ما بتاخدش الاستراحة الكافية كل مدة، يعني لو انت ما بتنامش كويس، لو انت ما بتنامش في مواعيد كويسة منتظمة، لو انت ما بتحددش لنفسك اوقات للراحة في اثناء اليوم، ده بيخليك تتعب وبيخليك تكسل وبيخليك ما عندكش استعداد انك تعمل شغل تاني. فما تضغطش على نفسك في جدولك اليومي وتكون منظمه صح، ولازم يكون فيه اوقات تعمل فيها استراحة ولازم تاخد مقدار كافي من النوم. رابع حاجة ان انت الحاجات اللي بتعملك تشتيت، الحاجات المشتتات اللي حوالينا ما بتعملش عليها كنترول، يعني انت بتبقى قاعد مثلا بتعمل حاجة وعندك كمية من التشتيت غير طبيعي، سواء بقى موبايلاتك سواء الحاجات دي، برضو انت ما عندكش التركيز على مهمة واحدة، عندك بقى المالتي تاسكينج، الحاجة الغلط اللي احنا قلنا عليها 100 مرة ان ده غلط اصلا، مفهوم غلط المالتي تاسكينج، انت متبعه، فبالتالي انت بتفتح المهمة من دي او بتفتح الحاجة وبتفتح بعديها حاجة تانية بتفتح بعديها حاجة تالتة، مهمات متعددة بتفتحها في خلال نفس الوقت، فبالتالي ما بتعملش حاجة، ففي الاخر بتلاقي نفسك في اخر اليوم انا ما عملتش حاجة خالص وفي ولا مهمة من المهمات اللي انا عايز اعملها، فبالتالي بتكسل انك تعملهم كلهم. فلازم تركز على مهمة واحدة او على حاجة واحدة تعملها وتخلصها بقى تخش في اللي بعديها، لازم تكون فوكس مش مالتي تاسكينج. ما عندكش من الاسباب برضو اللي بتعمل الكسل ان انت ما عندكش دافع شخصي. جميل انك تحدد اهداف، بس اهدافك متوافقة مع اسبابك الشخصية ودافعك الشخصية ولا لا؟ لو اهدافك مش متوافقة هتلاقي نفسك في الاخر كده بيحصل كونفليكت ما بين الاتنين، هتلاقي الدنيا متلخبطة شوية، هتلاقي انت مش فاهم اهدافي ماشية في حتة واللي انا بحبه ماشي في حتة. فركز دايما على الفوائد اللي بتجيلك من الاهداف او من الحاجات اللي انت بتعملها، فده هيخلي عندك دافع. يعني اسأل نفسك ليه، زي ما قلنا قبل كده، ليه انا بعمل كذا؟ طالما عندك الليه، طالما عندك سببية، هتلاقي دايما عندك الدافع موجود. دي بعض الاسباب اللي بتخلينا نكسل. ممكن يكون في اسباب تانية بس هي دي اللي انا حصرتها دلوقتي اللي هي نبع منك انت، يعني اللي هي ممكن تشتغل عليها وتحقق لك جزء كبير قوي من انك تبتدي تقضي على الكسل. اتمنى تكون الامور واضحة، لو في حاجة مش واضحة سيبها لي في الكومنتات. لو جديد معنا بس سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. على كل خير.